الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إعادة اختبار فيروس كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوغو. الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 2.5% أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث قام الرئيس السيسي بتفقد سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري بمحافظة الجيزة وتحقيق الربط مع هضبة الأهرامات، وكذلك توسعة طريق الواحات وتطوير تقاطعاته مع المحاور الرئيسية الأخرى. كما تفقد الرئيس السيسي محور رود الفرج مرورا بمحور تحيا مصر والذي يربط غرب القاهرة بشرقها. واطلع الرئيس السيسي على أعمال تطوير محور المطارية الجديد والذي يبدأ من ميدان ابن الحكم ليربط بين أحياء شرق القاهرة وسائر محافظات القاهرة الكبرى. وأكد الرئيس السيسي على دقة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تلك المشروعات الهادفة إلى تطوير المحاور المرورية لتكون بمثابة شرايين جديدة لتسهيل التنقل والحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل أحياء القاهرة ذاتها. وشدد الرئيس السيسي على الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع بداية دخول فصل الشتاء وبدء الموجة الثانية من انتشار الفيروس. أكد وزير القوى العاملة محمد صعفان حرصه على التواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل للإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة، منوها إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو توفير الرعاية لفئة الصيادين من خلال تصنيفها وعمل قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لتقديم الرعاية على أرض الواقع. جاء ذلك خلال جولة الوزير الميدانية بزيارة محافظة الإسكندرية، حيث التقى مجموعة كبيرة من صائدي الأسماك ببحيرة مريوط، واطمأن على أحوالهم المعيشية واطلع على مشاكلهم الأساسية، وذلك للبدء في تسجيلهم ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، حيث يصل عددهم إلى ما يقرب من 10,000 صياد تمهيدا لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم إعادة اختبار فيروس كورونا لثلاثة لاعبين من مصر وتوغو، حيث أشارت معامل وزارة الصحة إلى إيجابية اختبار ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوغو والتي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا، ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة. وكان الاتحاد قد نشر في بيان سابق إصابة اللاعب محمد صلاح بفيروس كورونا. خسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5% أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الاقتصاد المصري وحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولي في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، ليصبح بذلك الجنيه أحد العملات القليلة التي حققت مكاسب أمام العملة الأمريكية خلال العام الجاري. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.